أبو صالح، نرجع معك شوي للطفولة، نتعرف أكثر على حياتك، طفولتك، الولادة وين كانت، الذكريات الأولى، ايش تحمل ذاكرتك عنها؟ انت يعني بيطلع مواجع الحقيقه. يعني انا ولدت في الدمام وتربيت، طبعا اللي ربتني والدتي، توفى والدي وانا صغير عمري 6 سنوات، ونشأت في الدمام في حي العدامة المشهور بالدمام. ومن ثم التحقت من خلال طبعا ممارستي للرياضة في الحي، في الحارة، عند البيت، إلى ما كبرت شوي شوي بديت ألعب مع اللي في الحارة وفي الحي، واصلت معهم إلى المرحلة قبل تسجيلي في نادي الاتفاق. يعني تقريبا أسست نفسي في الحواري. يمكن كنت متأثر بالكابتن صالح نعيمة يعني جدا في طفولتك، وكنت تلبس الفانيلة الزرقاء أيضا وتحمل أيضا رقم 5. شوف، أنا كنت ما كنت كهلالي، أي كنت كصالح نعيمة، كنت أنا ألعب قلب دفاع، وكان عندي اللاعب المفضل في السعودية كقلب دفاع هو صالح نعيمة، وكنت ألبس حتى رقم 5 يعني تماشيا مع صالح، رقم صالح نعيمة. ولكن يعني سبحان الله تحولت الأمور وتغيرت الأمور من دفاع إلى هجوم، وهي طبعا لها لها أسباب، قصة. لها أسباب ولها قصة. جروني شوي شوي من الدفاع إلى المحور، من المحور إلى جناح، من جناح إلى قلب الهجوم. لكن هذه طبعا الله يذكره بالخير، بدأها راشد خليفة الدوسري اللي هو أخو صالح خليفة ومساعد طبعا الخليل الزياني، كان هو مدربنا وقتها في الناشئين، يعني كان عمري اتفاق. تقريبا 14 سنة 15 سنة. ولما طبعا هو اللي أجبرني ألعب في المركز هذا، وأنا ما كنت صراحة مرتاح، وكنت أبغى يعني أبتعد عن النادي بسبب المركز. انه خلوك تغير المركز. طيب صحيح هذه حاجة عليها، يمكن هذه لها قصة في دوري 1403، بس خلينا